يا عصفوري، يتكلموا عليك في اليوتيوب وقالوا اللي انت معناها مش تموت وقت اللي صورتك الروض فيك. اش قولك؟ اش قولك في الكلام اللي يقولوا فيه؟ العصفور هذا اللي انتم حكيتوا عليه، واحد يقول لي مش يموت، والاخر يقول لي رابطه بخيط، والاخر ما ادري ايش يقول. هو الترويض نتاع العصفور كيفاش يجي؟ الترويض تربطه بخيط وتبدا تروض فيه بشويه بشويه لين يركح على يديك، وبعد تخرجه وتبدا تسنس فيه باللي هو ما يبعدش عليك وما يهربش عليك. هذا عصفورنا اللي انتم ضحكتوا عليه، هاو مش يموت، هاو تنفخ، هاو ما ادري شنو، هاو تمشي يصير له، هاو ربطه بخيط. اسيدي هاو قدامكم، هاو احكيه معاه، وهاو يحكي معاكم، يحكي معاهم يا سيدي. اعطيك الماء، اعطيك اني معطش بالعاني. ايش قولك في الحديث اللي يقولوا فيه؟ الا ما نعطيه الماء باش يتحرك وياخذ نصيبه. به معلومة، علاش ما تعطيش الماء للعصفور؟ شنو السبب اللي وقت اللي تبدأ تصطاد ما تعطيهش الماء؟ السبب هو انه وقت تضربوا الهواء، هذه خذوها تجربة من عندي، وقت يضربوا الهواء ما يأثرش فيه. خاطر هو لهنا شو مش يعمل؟ يعني توا مش نعطيه يشرب، خذا الكفاية متاع الهواء اللي تعدى عليه النسمة الباردة هذية، وك الشمس وهواء بارد ونسمة باردة، ما يزموش يشرب. هذه طريقتي خذيتها من الناس الكبار اللي نصطاد معاهم، فيهم اللي توفوا وفيهم اللي مازال. كي تخرج بالعصفور ما تعطيهش الماء، بعد ما يتأقلم مع الطقس والجو اللي هو فيه، سواء بارد وإلا سخون. سخون هذاك معناها ما حكيناش فيها، ما نحكيه في طقس معناها كيما نقولوا احنا الخريف والشتاء. هذا قال كزمك الفرخ ما تعطيهش ماء، ما يجرب حتى شيره، ما تعطيهش ماء. ولكن ما تنساه زال، مش ما تعطيهش ماء معناها سي كيما نقولوا احنا تعطشوا لين تقتلوا، لا لا لا. تو ضاي بعد ما خليناها تأقلم مع الطقس ومع الهواء ومع البرد، تو نجيبوا له شربة ونعطيوه شربة. هاي نجيبوا لك شربة، ها نجيبوا لك شربة. تو تقولوا لي كوش من الماء، انا نسمعك. اي سيدي خلينا نعطيوه شربة، وبعد نرجعوا للفيديو متاع المسجد. عندنا الصقر قاعد يترصد فينا، يعني الشبكة متاعنا، ربي يسهل لنا. يعني ثم الصباح ثم حتى فرخ، فرخ كل جي العشية تبدأ متعدية. انزل شوية، وجي فرخ، وجي فرخ، احنا تكلمنا وفرخ جي. اجي انا فرح.